رح نحكي رشا عن اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق، قديش هو مهم وكم جمعية بيضم وشو هي النشاطات والخدمات اللي بيقدمها هذا الاتحاد للجمعيات الخيرية؟ قديش مهمة رشا الجمعيات الخيرية خصوصا بظل هاي الظروف اللي عم نعيشها، وقديش بتمد يد العون لكتير ناس محتاجة لهي المساعدة؟ أكيد، ودائما احنا شفنا عملهم على الأرض وكانوا متواجدين بجميع الظروف المحن اللي مرقت فيها سوريا. صار بعض التغييرات ضمن الجمعيات رح نحكي عنها، وأيضا رح نحكي عن النشاطات، وأيضا بالإضافة رح نحكي عن الندوة العلمية اللي قام بها الاتحاد بالأسبوع الماضي بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد. وضيفنا لليوم هو الأستاذ ساريا حكمة سيروان، رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، شكرا على اهتمامكم بهذا الجزء المهم جدا في حياة المواطن السوري. صباحك وأهلا وسهلا فيك. أكيد لاتحاد الجمعيات الخيرية له دور كتير مهم بالمجتمع. خلينا نحكي عن عمل الاتحاد وكم جمعية هو بيضم، كم جمعية خيرية طبعا بدمشق. اتحاد الجمعيات الخيرية طبعا قديم جدا، مؤسس من عام 1957. منذ تأسيس الاتحاد كان له أهداف في نظامه الداخلي، وهذه الأهداف من أهم ما ورد فيها هو تنظيم عمل الجمعيات المنتسبة إلى هذا الاتحاد، التشاركية ما بين الجمعيات الخيرية، كل هذه الدورات المحاسبية يعني. الأمر القانوني كذلك، لأنه الأمر القانوني جدا مهم في عمل الجمعيات الخيرية بالإدخال والإخراج، وموضوع الهيئة العامة وما هو دور الهيئة العامة مع أعضاء مجلس الإدارة. كثير من يفهم أنه أعضاء مجلس الإدارة هم المعنيين دائما بإدارة الجمعية. نعم، هم سلطة تنفيذية، لكن الهيئة العامة هي التي تعنى بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، من يكون صالحا ومن لا يكون صالحا. فلا ينبغي أيضا أن يكون أعضاء الهيئة العامة في كل جمعية بعيدين عن هذه الأعمال، أن يكونوا على تواصل دائم مع الجمعية المنتسبين إليها. يعني لو منتسب لهيئة عامة في جمعية من الجمعيات، أنا لا ينبغي فقط أن أذهب إلى هذه الجمعية يوم مثلا اجتماع الهيئة العامة أو يوم الانتخابات بعد مضي عامين. إذا حد سألني ماذا تعرف عن الجمعية، أيضا أقيمت دورات لهذا الأمر، وجاء عدد كبير من أعضاء الهيئة العامة في كل جمعية، لأنه عضو الهيئة العامة قد يكون يوما ما عضو مجلس إدارة، فينبغي أن يكون له هذه المعلومة بشكل واضح. يعني أهم ما في هذه الدورات أن يكون هناك دور مثلا ما يسمى بالـ HR، ما يسمى بالـ IT، وهذا قليل جدا في الجمعيات كان، ما يسمى بموضوع الحواسيب وما إلى ذلك بطريقة فنية رائعة، وخاصة الجمعيات التي عليها إقبال شديد من الناس تعنى بالإغاثة. الموضوع الإغاثي بالمناسبة لولا الأتمتة التي بدأت فيها محافظة مدينة دمشق مع وزارة الإدارة المحلية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مع هذه الجمعيات، بدأت تنكشف كثير من الأمور في أن تكرر المساعدة للفقير من جمعية إلى جمعية أخرى. طيب، في سؤال كتير مهم اليوم كل حدا يعني يمكن عم يشوفنا بيخطر له، يعني اليوم أي حالة ممكن تجي على الجمعية أو حدا من المواطنين، كان موضوع طبي أو موضوع إغاثي أو اللي هو، يعني اليوم شو هي الشروط؟ يعني اليوم ليقدر هذا الشخص يتقدم لعندكم؟ أكيد اليوم بحاجة لتقارير طبية أو لعرض على اللجنة الطبية. أي حالة طبية ينبغي أن يكون مع المريض أول شيء تقرير طبي، مثلا عملية معينة جراحية، سواء كانت عملية صغيرة أم كبيرة، ينبغي أن يكون معه تقرير طبي. طبعا ثبوتيات هوية بدفتر عائلة لمعرفة مدى مصداقية المراجع لهذا الأمر. كل حي من أحياء دمشق وريف دمشق في أكثر من جمعية خيرية، يراجع الجمعية الخيرية الموجودة إن لم يكن مسجلا فيها. إذا كان مسجل في هذه الجمعية يكفي أن يأتي بالبطاقة المسجل أو بكتاب من الجمعية أن هذا المريض أو هذه المريضة
بحالة فقر تحتاج إلى مساعدة كذا كذا كذا. أما إذا لا يحمل ذلك فينبغي أن يذهب إلى الجمعية. إن لم يذهب طبعا لدينا في صندوق العافية طبعا لا يأتي أحد إلا من خلال موعد كي لا يكون هناك الازدحام الشديد. مع ذلك ازدحام أحيانا لا نستطيع أن يعني نرد أحد أبدا أبدا أبدا، يبقى الباب مفتوح أحيانا الساعة الخامسة. هذا الموعد يتبين من خلاله أن المريض سيدخل إلى قسم الدراسات. قسم الدراسات سيجري له الدراسة الاجتماعية. الدراسة الاجتماعية تكون أحيانا 10 أسطر، الحالة العائلية، حالة مهجر أم غير مهجر، يعني يجرى معه طبعا بشكل لطيف وأنيق جدا وهو مرتاح على كرسي، لتتبين أو يتبين الموظف الذي يجرى الدراسة هذه الحالة تستحق مساعدة كاملة، تستحق نسبة من المساعدة، ثم يدخل إلى اللجنة الطبية. تقرأ اللجنة الطبية بشكل سريع هذه الحالة، وأحيانا في حالات بصراحة يعني ما بنستطيع أبدا إلا نقدم المساعدة كاملة جدا لهذه المساعدة. طيب اللجنة أمر طبي جدا. نستغل الوقت، اللجنة الطبية يعني هي مكونة أكيد من أطباء، الاختصاصات يعني تكون عامة أو اللجنة الطبية؟ أنا رئيس اللجنة الطبية ومعنا أمين السر ومعنا عضو مجلس إدارة ومعنا طبيبين. معنا طبيب طبيب جراحة قلبية وعندنا طبيبة داخلية، وكلا الطبيبين هما رؤساء أقسام، يعني دكتورة شادي الخضري في مشفى المواساة من أشهر الطبيبات، ويعني تعنى بكثير من الاختصاصات من خلال عملها، والدكتور بشار عزات هو الجراح المشهور يعني، وهؤلاء يقومون بتقييم هذه الحالات. بالمناسبة عندما لا نتوثق من التقرير الطبي الذي يأتي مع المريض نقوم بإرساله إلى الطبيب الذي نحن نعمل معه، يعني في أي حالة أحيانا يأتي المريض بالطبيب الذي نعمل معه. نحن عندنا حوالي 300 طبيب لنا عقود معهم في كل اختصاصات، يعني اختصاص الجراحة العصبية عندنا 6 أطباء. تطوع القصة اليوم، تطوع من الأطباء أكيد، المعاينات كلها مجانية ما في شيء أبدا، والأجور نصف ما يأخذون أو أقل من المرضى العاديين في عياداتهم. وأحيانا في كثير من هؤلاء الأطباء قد لا يتقاضى إلا شيء بسيط، أو بيقول لك أنا بس ادفع أجور المشفى وأنا أجرتي عمل تطوعي. أكيد يعني هيك بالختام بدنا كلمة أخيرة من حضرتك لمي بتحب توجهها. أولا كما بدأت يعني أنا دائما والقناة الإخبارية ما شاء الله تواكب كل الأمور الاجتماعية، وهذا شيء مهم جدا. وأتوجه يعني من خلال منبركم الكريم إلى كل فعاليات الاقتصادية والفعاليات التجارية في سوريا بشكل عام، إلى الإخوة الذين يعني هم خارج سوريا من السوريين الشرفاء، أن يعني يلقوا نظرهم على سوريا. فسوريا إن شاء الله كما يعني قال السيد الرئيس في بداية الأزمة، سوريا الله حاميها، ووجدنا ذلك حقيقة، لكن الآن يحتاج الأمر إلى تعاون أكبر، إلى مد يد العون أكبر، نخرج إن شاء الله جميعا من هذه الأزمة وتعود سوريا إلى سابي في عزها ومجدها، وشكرا لكم. إن شاء الله أكيد بجهودكم وجهود كثير من الناس رح نرجع مثل ما كنا إذا الله راد، ودائما هيك بنتمنى أنه يكون في تشبيك بينكم وبين الجهات المعنية، والدعم يكون كامل لكم. شكرا لك أستاذ. شكرا شكرا لكم. أكيد نتشكر حضورك معنا، ويعني بنتمنى دائما هيك التوفيق والنجاح، ودائما تقدروا تغطوا أكبر عدد ممكن من المساعدات للناس سواء طبية أو غذائية للناس المحتاجة. شكرا لحضورك معنا ويعطيك ألف عافية.